الأخت صابرة من درنة تسأل عن حكم لبس العدسات للمرأة. العدسات إذا كانت هي طبية فهذا لا حرج فيها، ولكن إذا كانت هي عدسات ملونة فهذا ربما تدخل في باب تغيير الخلقة، فما ينبغيش أن تفعله، وقد يكون يترتب عليه أيضا ضرر للعين. فالعدسات إذا كان لا تدعو إليها حاجة طبية فأنصحه ألا تفعلها، لأن فيها شبهة تغيير خلق الله.